السلام عليكم زبائن الكرام، اليوم جبنا لكم الحاسب الابل. طبعا هذا الحاسب الابل الامريكي حجم شاشه 22 انش، راح نشرح لكم مواصفاتها، ومواصفاتها جدا راقيه، وبالنسبه لسعرها ما عليك الا تتابع الفيديو للاخير خليك ويانا. طبعا تجي برام 4 جيجا وبذاكره اللي هي الهارد 320 جيجا مع كارت شاشه 3 جيجا متصل شير مع اكثر من منفذ يو اس بي مع بلوتوث كذلك مع واي فاي مع سيد درايف. كل هذا راح تلقاه بهذه الحاسبه. طبعا هذه الحاسبه جدا راقيه، وكذلك ذكرنا انه بها مخرج لان، كذلك ما ذكرنا بهذا الشيء، من ماركه الابل بسعر 239,000 فقط، 239,000. طبعا عرض خاص الفتره محدوده، تحتوي على كاميرا، وذكرنا بحجم الشاشه 22 انش، حجم شاشتها 22 انش. طبعا دقة الشاشة مالتها فول اتش دي، وكذلك تقدر تشغل بيها مقاطع حتى ال 1200، والصوت مالتها يجي خرافي بمعنى الكلمة. طبعا تقدر تخليها كذلك، تقدر تلغي نظام الماك، نظام الابل الاصلي، وتخليها نظام الويندوز 10، راح تقدر بكل بساطة. طبعا تفيد اصحاب المكاتب، وتفيد اصحاب المحاسبة، اصحاب السوبر ماركت، كل هذه راح تفيدهم، اصحاب الطلبة، اصحاب الجيمز في حال يحولوها ويندوز. وكذلك تقدر تطور ذاكرتها، يعني تقدر تطور الهارد، تقدر تطور الرام، تقدر تطور اي شيء بها تريده قابل للتطوير. طبعا الصوت مالتها كذلك جدا حلو، والانترنت مالتها جدا سريع، والصوره مالتها ذكرنا عملاقه بمعنى الكلمه. طبعا صوتها جدا راقي. طبعا عربي اصلي. طبعا مخارج الجهاز راح نذكركم المخارج اللي شنو بالجهاز، ونشوفكم اياها. مثل ما تلاحظون هذه مخارج الجهاز، ثلاث مخارج يو اس بي راح تجيك، مخرج لان، كذلك مخرج هيدفون، اللابتوب طبعا يجي السي دي درايف هذا مالته، اللابتوب يجي بنظافة، العفو الحاسبة تجي بنظافة جدا نظيفة، يعني تجي بنظافة 90%. وكذلك راح تجيك متحركة، راح يجيك ويا كل قطعة، راح تجيك هي ملحقاتها اللي هو كيبل توصله بالكهرباء، هذا كيبل توصله بالكهرباء. وكذلك راح يجيك كيبورد وماوس. للحجز راسل الصفحة أو اتصل بالأرقام راح تذكرها إلى الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.